أهلا بكم أصدقائي، اليوم رح أعرفكم على كيفية تنمية اللحية بطريقة سريعة وطبيعية، فإذا كنت تعاني من هذه المشكلة فإليك الحل. أولا ابعد يدك عن لحيتك. إذا كنت تريد الحصول على لحية طبيعية فأنت بحاجة إلى الابتعاد عن عادة كارثية بيقوم فيها الكثير من الناس ولعلك واحد منهم، ألا وهي فرك اللحية بيدك. هي العادة بتلحق الكثير من الضرر باللحية، حيث أنه هي العادة بتسبب تلف بصيلات الشعر وبتخليها ضعيفة وقصيرة، مما يساعد في تساقطها بمنتهى السهولة. هذا بالإضافة إلى أنه إيدك عادة ما تكون ملوثة بالزيوت والبكتيريا اللي بتلحق الضرر بالوجه والبشرة بشكل عام واللحية بشكل خاص. ثانياً، هرمون التستوستيرون. بيتأثر حجم اللحية بإنتاج الجسم لهرمون التستوستيرون، فكلما زاد إنتاج هذا الهرمون زاد حجم اللحية ونموه. ولكن ما في داعي للقلق، فالعمل على زيادة هذا الهرمون لا يستلزم الكثير من العناء أو الجهد، فكل ما بتحتاجه هو زيادة معدل ساعات النوم وخصوصاً بالليل، لأنه في هذا محافظة على الجسم والأعصاب والتركيز وثبات في إنتاج الهرمونات اللازمة لأداء الوظائف الحيوية داخل الجسم. ولكن احذر من النوم لفترة كبيرة لأنه فيها ضرر كبير للجسم. ثالثاً، التغذية. تحصل اللحية على الفيتامينات والمعادن اللازمة لنموها بشكل طبيعي وسريع من الجسم، وبالتالي لحتى تخلي هي العملية تعطيك ثمار عليك بتناول الطعام اللي بمد الجسم بتلك المعادن والفيتامينات، مثل البطاطا اللي بتحتوي على كمية هائلة من فيتامين ألف، واللي بتأكد العديد من الدراسات أنه أحد أهم الفيتامينات اللي بتحفز الشعر على النمو، وكذلك البيض، واحد من أهم المصادر الطبيعية لفيتامينات بي المركبة، واللي بتلعب دور هام في بناء الجسم وخصوصاً نمو الشعر. بل أنه بعض الدراسات أكدت أنه نقص هاي الفيتامينات تؤدي إلى تساقط الشعر، لذا عليك بتناول البيض عدة مرات في الأسبوع حتى تحصل على لحية قوية ورائعة. كذلك نقص الحديد يعني نقص الهيموغلوبين بالدم، والهيموغلوبين هو المسؤول عن نقل الأكسجين لجميع أعضاء الجسم، وبالتالي لن تستطيع تلك الأعضاء القيام بوظائفها على أكمل وجه. لذا فإن أي خلل في الحديد أو الكالسيوم لا يعمل فقط على تساقط الشعر، ولكنه يؤدي إلى حدوث خلل رهيب بالجسم. ومن هون تجي أهمية تناول السبانخ تحديداً، لأنه أغنى الأطعمة بالحديد. رابعاً، ابتعد عن الضغط النفسي. ما في داعي للاستغراب، فشعورك بالخجل بسبب لحيتك غير المكتملة أمر بيأثر بالسلب على قدرة لحيتك على النمو، فالتوتر والضغط العصبي والشعور الدائم بالقلق والاضطراب أمر سيء بيصيب الجسم عموماً بالعديد من الأضرار، كما أنه العديد من الدراسات أثبتت أنه له تأثير كتير كبير على تساقط الشعر وتقزمه وعدم نموه. خامساً، عليك القيام بالتنظيف والتنعيم. قد لا يفوتك يوم دون أن تقوم بغسل شعر رأسك بالشامبو والعناية به والوقوف ساعات أمام المرآة لتمشيطه وتصفيفه، ومع ذلك لا تقوم بمثل هذا الأمر مع شعر لحيتك، مع أنه بيحتاج لنفس المقدار من الرعاية والتنظيف والتصفيف بشكل يومي حتى ينمو طبيعياً كثيفاً بشكل أسرع، كما أنه الاهتمام فيه رح يخفف من الشعور بالحكة، واللي سبق أنه أشرنا إلى مدى ضررها على اللحية. وأخيراً، عليك بالصبر. لابد أن تعرف أنه اللحية لا تنمو على وتيرة واحدة لدى كل الأشخاص، فهناك من تنمو لحيته قبل 18 عام، بينما لا تكتمل اللحية لدى أناس تجاوزوا 30 عام من عمرهم. ربما كان السبب في هذا القصور في نمو اللحية نتيجة عدم الصبر على نموها بشكل الطبيعي والأسرع بالتخلص منها حتى لا تشعرهم بالخجل. ولكن خلينا نخبرك بأنه الأمر قد يكون محبط في بداية الأمر، ولكن الصبر يأتي بنتائجه فيما بعد. ولكن هذا لا يعني أنك ما بتقوم بتقليمها مثلا، وإنما بكفي تنسيقها حتى تبدو أنيقا، وطبعا ما في داعي لإزالتها بشكل كامل، فالأمر قد يستغرق سنوات لتشكيل لحية مناسبة وأنيقة. وبالنهاية، إذا كنت تحب لحيتك تكون طبيعية وكثيفة، خلي جسمك هو اللي بيقوم بهذا الأمر، وعليك أنت فقط إمداده بالمقومات الغذائية والعناية مع الصبر.